الوطن الاقتصادية، نشرة إخبارية يومية من الأحد حتى الخميس الساعة 4 حتى 4:30 على شبكة وطن الإعلامية مع منتهى خليل. نتابع آخر وأهم ملفات الشأن الاقتصادية مع تحليلات اقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطن الاجتماعية والمعيشية. هذه النشرة برعاية شركة سند. سند، استدامة، تطوير، بناء. عبر شبكة وطن الإعلامية، وفيها سنتناول أبرز الأخبار المحلية والعالمية. دعونا نبدأ بأبرز عناوين النشرة. انطلاق فعاليات معرض الصناعات الفلسطينية في البيرة بمشاركة 60 منتجا. ورفع سعر الفائدة في البنوك العاملة في فلسطين يضيف أعباء على القروض الجديدة والقروض القائمة. وفي أخبارنا أيضا، خلال 9 أشهر أرباح البنوك المحلية ترتفع لأكثر من 100 مليون دولار. في تفاصيل النشرة وحول مسألة ارتفاع فائدة القروض الممنوحة من البنوك العاملة في فلسطين، حيث ارتفعت بعد أن رفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على القروض السابقة والقائمة عدة مرات لكبح جماح التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن بلغ حوالي 8.6%. هذا أضاف عبء على القروض الجديدة وأيضا على القروض القائمة، ويعكس غالبا على دورة الاقتصاد المحلي، إما إلى تأجيل الاقتراض إلى حين هبوط الفائدة. بالتالي هناك أسباب أخرى هناك عدة أمور قد يتسبب بها، وبما يصب في تراجع أيضا عجلة التنمية الاقتصاد الوطني. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل المالي الأستاذ ثابت أبو الروس. مساء الخير أستاذ ثابت. تحياتي، سعد مساك ومساء المستمعين والمشاهدين، يا اهلا. يعني مؤخرا يكثر الحديث حول ارتفاع نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العاملة في فلسطين. هناك تذمر عام من قبل المقترضين نحكي، وبالذات أثر الواضح والمباشر على المواطن المقترض. يعني لو يعني هناك كثير من الحديث حول هذا الموضوع، لكن نفسره أكثر تحليلا من قبلك أستاذ ثابت، كيف يؤثر وما هي أنواع هذه النسب، نسبة الفوائد على القروض؟ نعم، تحياتي لك أخت منتهى للمستمعين والمشاهدين مرة أخرى. بكل تأكيد ما قامت به البنوك في الفترة الأخيرة من رفع الفوائد سواء على القروض القائمة أو القروض الجديدة، نعم، جاء انعكاسا لقرارات الفيدرالي الأمريكي، حيث أن الفيدرالي الأمريكي قام برفع الفائدة عدة مرات بهدف كبح جماح التضخم في الولايات المتحدة، وبالتالي هذا الارتفاع انعكس على كل دول العالم ومن ضمنها فلسطين التي أيضا تتبع السياسات الدولية فيما يتعلق بالفوائد. ولكن ما حصل في فلسطين هو تفاجؤ المواطنين بأن البنوك قامت برفع الأقساط الدورية الشهرية على القروض القائمة وقامت رفع نسبة الفائدة على القروض الجديدة. كل هذا أدى إلى عزوف المواطنين أو المستثمرين عن التوجه نحو استثمارات جديدة بنكية، بالإضافة إلى ذلك المشاكل التي نتجت ما بين المواطنين المقترضين من جانب، وما بين البنوك التي رفعت الفوائد على القروض السابقة من جانب آخر. نعم، يعني تم رفع هذه النسبة دون حتى الرجوع إلى المقترض أو تبليغه مثلا بشكل مباشر. جيد.
هو تم إبلاغه من خلال الاتفاقية الموقعة ما بين المقترض وما بين البنك، حيث أن المقترض يوقع على اتفاقية، وأؤكد لك أنه لا يعلم فحوى الاتفاقية. دعينا نركز على مسألة مهمة، وهي ما يسمى الليبر العالمي أو الليبر الدولي. بعض البنوك تقوم باحتساب إذا قام الليبر الدولي بالارتفاع، فهذا تلقائيا يحمل المقترض أعباء إضافية، وتلقائيا المقترض قام بالتوقيع في السابق على هذا الشرط وهو لا يعلم إلى أي مدى يمكن أن ينعكس عليه هذا الشرط. ولكن الجديد في هذا الموضوع أن المقترض بدأ يلمس أن البنوك بدأت برفع الفوائد عليه وبدأت برفع الأقساط، ولذلك نجد حالة التذمر. أما أنه يعلم أو لا يعلم، هو قام بالتوقيع ولكن لا يعلم على ماذا قام بالتوقيع عليه. سيد ثابت، يعني بخصوص الفائدة ونسبة الفائدة تعود من بنك إلى بنك آخر يعني بتسعيرة مختلفة، يعني لو تحطنا مثلا لماذا كل بنك باختلاف عن بنك آخر في نسبة الفائدة؟ وإذا هذا عمم بجميع البنوك المحلية حاليا؟ جيد، دعينا نشرح قطاع البنك في فلسطين. هناك ثلاثة بنوك إسلامية تعمل ضمن القسط الثابت أو النسبة الثابتة في قضية التمويلات بالمرابحة، بخلاف البنوك التقليدية أو البنوك التجارية التي تنهج ما يسمى بالقسط المتناقص. الآن عند حصول المقترض على قيمة القرض يتم هناك مفاوضات ما بين القطاع البنكي وما بين المستثمر. لذلك كما في السوق التجاري هناك مفاوضات ما بين المشتري والبائع، وهذا تلقائيا له عدة أسباب ومسببات. هذا تلقائيا يلحق القطاع سواء كان قطاع خدماتي أو صناعي أو تجاري أولا، بالإضافة إلى قيمة التمويل. يعني دعنا نضع مثال، يعني من يقترض مليون دولار جدلا لا يأخذ نسبة الفائدة كمن يقترض 50,000. تلقائيا كلما ارتفع مبلغ القرض تقل نسبة الفائدة. إذن نعم أؤكد لك أن هناك تفاوت بين نسبة الفوائد في القطاع التجاري وكذلك القطاع المصرفي الإسلامي في فلسطين. ولا أرى أن سلطة النقد تحد من هذا الإجراء لأنه يتبع لسياسة المنافسة البنكية، حيث أننا نجد أن هناك من 14 إلى 16 بنك في فلسطين، وتلقائيا يجب أن يكون أو أن نخلق هناك حالة المنافسة بالقطاع البنكي. يعني إذا ما نحكي بان سيتحمل هذا العبء الأكبر في فلسطين على أي مستوى سيكون العبء؟ جيد. وتداعياته هذا يعني خلال الفترة القادمة إذا ما استمر ارتفاع سعر الفائدة الأمريكية. ممتاز، كما ذكرت أخت منتهى في مقدمتك تحدثت أن القطاع البنكي حقق إيرادات إضافية أو صافي أرباح في الربع الثالث ما لا يقل عن 100 مليون دولار، بمعنى أن القطاع البنكي بدأ تلقائيا بجباية الفوائد الإضافية التي استحقت على المواطنين. إذن تلقائيا المنتفع من هذه الحركة هو القطاع البنكي بكل تأكيد، سواء أكانت على القروض القائمة أو القروض المستحدثة. ولكن هناك نقطة مخاطرة كبيرة جدا في الاقتصاد الفلسطيني. ما يميز الاقتصاد الفلسطيني أنه اقتصاد صغير، وبالتالي إذا كان هناك ردة فعل من قبل المستثمرين بعدم اللجوء إلى القطاع البنكي بهدف الاقتراض، فسيكون هناك مشكلة في العجلة الاقتصادية في فلسطين، وسنلمس آثارها أعتقد على المستوى القريب. هل سيلمس آثارها أيضا القطاع البنكي أستاذ ثابت؟ شوفي، قد يكون هناك قد يلمس آثارها، ولكن نظرا لأن القطاع البنكي قام بالاعتماد على القروض السابقة وهي مبالغ كبيرة تصل إلى المليارات، أعتقد أنه سيكون هناك بطء في نمو عجلة الاقتصاد، نمو في بطء في عجلة النمو في القطاع البنكي. ولكن هناك لديه من الإيرادات التي ارتفعت نتيجة ارتفاع الفائدة، ولكن نعم أؤكد أنه سيكون هناك تضرر إلا إذا كان هناك تدخلات كما حدث في السابق من خلال الجهات المسؤولة وتحديدا سلطة النقد. وإذا في حال أستاذ ثابت سمعني، إذا في حال أيضا تدخلت سلطة النقد في هذه الحالة ستعود الفائدة كما كانت سابقا؟ يعني شوفي، الآن عندما نتحدث عن سلطة النقد هناك الوعاء الاقتصادي الأشمل في العالم،
يعني هناك اتفاقيات دولية معقودة ما بين فلسطين ودول العالم. الموضوع ليس بهذه السهولة وليس ضمن السيطرة المطلقة سواء كانت للبنوك أو البنوك أو سلطة النقد. الآن دعينا نركز على مسألة أخرى أيضا. هناك العديد من البنوك الوافدة في فلسطين، مثلا بنك الإسكان، بنك الأردن، بنك القاهرة، هذه تتبع السياسات الدولية في البلد المنشأ لهذه البنوك، وبالتالي ما يفرض من فوائد على هذه البنوك يطبق في فلسطين. الموضوع ليست بهذه السهولة وليست بهذا الإجراء السهل الذي يمكن أن يتم تخفيض الفائدة في فلسطين بخلاف دول العالم. نتحدث مرة أخرى أستاذ ثابت بخصوص أنواع الفوائد على القروض في فلسطين، حتى يكون المواطن على علم ودراية مسبقا كيف ممكن يتعامل مع نسبة الفائدة عندما يحاول أن يقترض من أي بنك، أو حتى للمستثمر مش ضروري يكون يعني مواطن عادي. احنا يعني لا نريد أن يعني ندخل في مسألة الفوائد كونها تتعلق بموضوع الربا، ولا نريد أن نعمل مفاضلة لبنك على آخر ولا لطريقة على أخرى كونها تتحدث عن موضوع الربا بشكل واضح وصريح. احنا كان الفوائد ما نبتلي بهذا البلاء دخل كالتالي. اولا هناك ان الفوائد التجاريه وعلى المشاريع التجاريه بالاضافه الى المشاريع الصناعيه والمشاريع الخدماتيه، ولكن اولى هذه الامور يجب على المواطن الا يقتصر المفاوضات على بنك واحد، وانما يكون بالتفاوض مع اكثر من بنك، لانه اليوم كلياتهم مرهون بتحويل الرواتب. فتلقى يعني يجب ان تكون لغه المفاوضات وان يعتبر المواطن كشريك للبنك وليس الحل الأضعف في موضوع التفاوض البنكي. يعني نتوقع استمرار في النهاية استمرار في ارتفاع سعر الفائدة، وما هي توقعاتكم أيضا بالنسبة للتضخم الأمريكي وأثره علينا؟ والله المؤشرات تشير إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيكون هناك توجه لرفع الفائدة مرة أخرى. أضيف إلى ذلك مسألة مهمة وهي انعقاد المركز الإسرائيلي، حيث أن المركز الإسرائيلي بتاريخ 15/11 بيّن أن نسبة التضخم لدى الجانب الإسرائيلي بلغت 5.10 بالمقارنة مع الفترة السابقة كانت 4.6. إذن معيار التضخم سينعكس على رفع الفائدة. إذن المؤشرات تشير إلى أن الجانب الإسرائيلي أو القطاع البنكي الإسرائيلي سيتوجه إلى رفع الفائدة، وبالتالي كوننا نعيش بغلاف جمركي واحد مع الجانب الإسرائيلي ضمن اتفاقية باريس الاقتصادية، فأعتقد أنه سيكون هناك ارتفاعات وارتفاعات أخرى بالفائدة. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ ثابت أبو الروس المحلل المالي لهذا الإيضاح وبشكل التفصيلي، شكرا جزيلا لك. مع انطلاق فعاليات معرض الصناعات الفلسطينية اليوم، افتتح رئيس الوزراء اليوم هذا المعرض، معرض المنتجات الصناعية والزراعية 2022 بمناسبة يوم المنتج الوطني، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نور الدين جرادات، وأيضا عدد من الشخصيات ورجال الأعمال. انطلقت فعاليات هذا المعرض في البيرة بمشاركة 60 منتج في الضفة الغربية وقطاع غزة، سيستمر لمدة 3 أيام، حيث دعا إليه الاتحاد العام للصناعات وبدعم من مؤسسة فريدريش نومان الألمانية وبرنامج تصدير الممول من الحكومة البريطانية، إضافة إلى شركاء محليين. في هذا السياق قال رئيس الوزراء اشتيا إن الصناعة ارتفعت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الماضية بشكل ملموس، والحكومة تضع كل إمكانياتها لدعم هذا القطاع. بحث وزير العمل ناصر أبو جيش خلال الاجتماع الختامي مع الشركاء الأوروبيين والمحليين حول تحليل السياسات وتقييم الاحتياجات ووثيقة المشروع لتطوير نظام معلومات سوق العمل.
آليات نتائج التدخل التي تم إنجازها وسبل المضي قدما لإنشاء نظام معلومات ديناميكي لسوق العمل في فلسطين. أكد أبو جيش على أن المرحلة الأولى من نظام المعلومات في سوق العمل قد انتهت بعد حوالي 8 أشهر من العمل المتواصل والمشترك بين كافة الشركاء. سيتم العمل على إطلاق المرحلة الثانية من المشروع نظرا لأهمية نظام معلومات سوق العمل، والتي تعود لعدة أسباب أبرزها أنه يشكل أولوية حكومية من خلال إنشاء حكومة إلكترونية في فلسطين. وكذلك برزت أهميته خلال الفترة الأخيرة، خاصة خلال جائحة كورونا، حيث أن النظام يخدم 1,400,000 عامل و 142,000 منشأة، وسيكون من أكبر الأنظمة الحكومية الفلسطينية، بالإضافة إلى أن النظام يعتبر جزء أساسي من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في فلسطين لتقديم كافة السبل لصاحب القرار لتجميع البيانات عن القوى العاملة والسعي لتطويرها. آخر، وقع وزير العمل نصري أبو جيش مذكرة تفاهم مع رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء علا عوض لتعزيز التعاون المشترك والمتبادل بين الطرفين بهدف توحيد كافة الجهود الوطنية في المجالات المشتركة، بالإضافة إلى توفير الإحصاءات والمعلومات اللازمة لتطوير العمل في مجال قطاع العمل، إلى جانب القيام بتطوير وتدريب كادر الطرف وزارة العمل للقيام بالمهام المطلوبة وفق التزامات الطرفين في هذه المذكرة. تهدف الاتفاقية أيضا إلى رفع مستوى الاعتماد على بيانات السجلات الإدارية في الوزارة باعتبارها أحد أهم مصادر البيانات الإحصائية لإنتاج الرقم الإحصائي الوطني، وأيضا تحديد الأحكام والشروط العامة لإطار التعاون بين الطرفين في جميع جوانب العمل المشترك، وما يصدر عن الطرفين من خطط واستراتيجيات ووثائق تنسجم مع طبيعة عملهما. التقى رجال الأعمال الفلسطيني فرعا له في منطقة الزاهد والقريب من الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، ليكون بذلك الفرع الثاني بعد الفرع الأساسي في شارع عين سارة في مدينة الخليل. قد تم تنظيم هذه الفعالية أو فعالية الافتتاح بحضور حكومي مثله كل من وزير الأوقاف والشؤون الدينية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك العديد من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص ومدراء وممثلي المديريات الحكومية في المحافظة، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة العامة للملتقى. في هذا الشأن أكد أمين سر الملتقى حازم التميمي على أن المجلس الحالي يعنى بانتقاء الآليات المثلى لتشغيل المقر الجديد، مما يحقق أهداف ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني، وبما يتواءم مع خصوصية المنطقة تاريخيا ووطنيا، مؤكدا على تنفيذ سلسلة من الفعاليات التي ستساهم بتحقيق الآثار الإيجابية على واقع البلدة القديمة وبالتعاون مع مؤسسات القطاعين الخاص والعام. في أحد أبرز أخبارنا لهذا اليوم، صعدت أرباح البنوك المحلية العاملة في فلسطين بنسبة 34% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، استنادا على بيانات مالية ورسمية تقول أن أرباح البنوك المحلية العاملة في فلسطين وعددها 7 بلغ أكثر من 103 ملايين دولار حتى نهاية أيلول الماضي، صعودا من 78 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي،
جاء بنك فلسطين في المرتبة الأولى مستحوذاً على نصف صافي أرباح البنوك المحلية في الربع الثالث من العام الجاري، وبينما جاء في المرتبة الثانية من حيث صافي الأرباح بنك القدس الذي سجل صافي ربح بقيمة 14 مليون و500 ألف دولار مع نهاية الربع الثالث، مسجلاً بذلك قفزة تاريخية على مستوى الأرباح المحققة. وفي المرتبة الثالثة جاء البنك الإسلامي العربي بصافي ربح 11 مليون و600 ألف دولار. وفي المرتبة الرابعة جاء البنك الإسلامي الفلسطيني الذي سجل صافي ربح بقيمة 11 مليون دولار. وفي المرتبة الخامسة جاء البنك الوطني الذي سجل صافي ربح بقيمة 10 ملايين ونصف مليون دولار. وفي المرتبة السادسة جاء بنك الاستثمار الفلسطيني محققاً صافي أرباح بلغت 3 ملايين و600 ألف دولار حتى نهاية أيلول الماضي من العام الجاري. بينما جاء في المرتبة السابعة بنك الصفا الذي أدرج مؤخراً في البورصة المحلية وليصل صافي أرباحه بقيمة 755 ألف دولار. في السياق ذاته حققت مجموعة بنك فلسطين نمواً في أرباحها للربع الثالث من العام الجاري بنسبة 15% لتصل أرباحها إلى 51 مليون و500 ألف دولار بعد احتساب الضرائب والمصروفات، مقارنة مع صافي أرباح بلغت أو كانت 44 مليون و700 ألف لنفس الفترة المقابلة لها من العام الماضي. أخبرنا أيضا وقعت الشركة الأهلية وبال باي للتأمين وبال باي للشركة لخدمات الدفع الإلكتروني وقعا اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تقديم أحدث خدمات الدفع الإلكتروني لعملاء الشركة الأهلية للتأمين بهدف تسهيل عملية سداد أقساط خدمات التأمين في جميع فروع ومكاتب الشركة، وذلك من أجل تقليل الوقت والجهد اللازم على المؤمنين. تعليقاً على هذه الاتفاقية صرح محمد السبعاوي الرئيس التنفيذي للشركة الأهلية للتأمين أنها هذه الاتفاقية تعتبر حلقة جديدة لمواكبة تطوير قطاع التأمين في فلسطين، بحيث سيتم توفر خدمة التأمين أونلاين للمواطنين أينما تواجدوا. وفي سياق آخر، قلصت المجموعة الأهلية للتأمين خسائرها في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 75% على أساس سنوي وسط تراجع إجمالي في مصروفات قطاع الأعمال، واستناداً على بيانات الشركة عن الربع الثالث بلغ صافي خسائرها 625 ألف دولار ونزولاً من 5 ملايين و200 ألف دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي. بينما تراجعت أرباح شركة التأمين الوطنية بنسبة 21.5% في الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي وسط ارتفاع صافي الادعاءات المسددة وأيضا استنادا إلى بيانات الشركة، فقد تراجعت أرباحها خلال الربع الثالث من العام إلى مليون و200 ألف دولار نزولا من مليون و600 ألف دولار في الفترة المقابلة من العام 2021.
وإلى أخبار البورصة المحلية، حيث شهدت بورصة فلسطين اليوم تداول حوالي 625 ألف سهم بقيمة إجمالية بلغت قرابة 1.5 مليون دولار، نفذت من خلال 84 صفقة. مؤشر القدس الرئيس انخفض اليوم ليسجل قرابة 630 نقطة. وبالنسبة للشركات الأكثر ارتفاعاً، سجلت سجائر القدس حوالي 4%، شركة أركان العقارية قرابة 2%، الاتصالات الفلسطينية 1.5%، سهم القدس للمستحضرات الطبية وإيبك حوالي 1%. في المقابل كانت الشركات الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها، المجموعة الأهلية للتأمين أكثر من 4.5%، بنك القدس قرابة 2%، سهم بنك فلسطين وباديكو بحدود 0.5%. بالانتقال إلى الأخبار الدولية، وقعت شركة مدى العرب مذكرة تفاهم مع مدينة العقبة الرقمية، وذلك على هامش مؤتمر منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المقام في البحر الميت. جرى توقيع مذكرة برعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحاق صدر ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني السيد أيضا أحمد الهناندة، أيضا بحضور أعضاء مجلسي إدارة شركة مدى العرب ومدينة العقبة الرقمية. تهدف هذه المذكرة إلى فتح أفق التعاون بين الطرفين على أوسع نطاق لبناء علاقة استراتيجية تهدف لتطوير خدماتهما، وأيضا تقديم أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين والأردن، بالإضافة إلى خدمة أهدافهما المشتركة، بما يساهم في إسناد الشركات الفلسطينية وفتح الأفاق العربية والدولية لها من خلال توثيق الشراكة الفلسطينية الأردنية وتعزيز التعاون المشترك لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين، بالإضافة إلى تعزيز تواصلهما أو تواصلها مع عمقها العربي من خلال بوابتها الشرقية ممثلة بالأردن أفريق الأول. قالت رئيسة صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي يخسر 1.4 تريليون دولار بسبب الانقسام التجاري، بينما أيضا أكدت أن الخلافات التجارية يمكن أن تقطع 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و3% في آسيا، مضيفة أن ارتفاع الحواجز التجارية ضد الصين ودول أخرى خلال العام الماضي قد يكلف الاقتصاد العالمي علاوة على الأضرار الجسيمة التي سببتها الحرب في أوكرانيا. سجل النفط خسارته الأسبوعية الثانية على التوالي بعد أن تراجع في آخر تداولات الأسبوع الماضي بفعل مخاوف إزاء تراجع الطلب في الصين، وأيضا مخاوف من إجراءات الزيادة بمعدلات الفائدة في الولايات المتحدة. وساهم ارتفاع الدولار الأمريكي الذي يجعل النفط أعلى سعرا بالنسبة للحائزي العملات الأخرى في تراجع أسعار الخام. وصلنا إلى نهاية نشرة وطن الاقتصادية عبر شبكة وطن الإعلامية. كنت معكم منتهى خليل، دمتم في أمان الله.
وطن الاقتصادية، نشرة إخبارية يومية من الأحد حتى الخميس الساعة 4 حتى 4:30 على شبكة وطن الإعلامية مع منتهى خليل. نتابع آخر وأهم ملفات الشأن الاقتصادية مع تحليلات اقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطن الاجتماعية والمعيشية. هذه النشرة برعاية شركة سند. سند، استدامة، تطوير، بناء.